إناء من الماء وملح الطعام وآيات معينة من القرآن الكريم، وصفة سهلة تطهر بيوتكم ودياركم من الشياطين والأعمال والعكوسات والحسد. بسم الله. بسم الله، الحمد لله، وصلى اللهم وسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. مرحبا بكم إخواني وأخواتي في الله. حلقة النهاردة هي وصفة سهلة تنجي دياركم وبيوتكم وأماكن أعمالكم ومحلاتكم وأماكن أرزاقكم من الشياطين ومن أعمالهم ومن السحر المرشوش والسحر المأكول والأعمال والعكوسات والتابعة. وصفة سهلة يا أخوة، إناء من الماء، إناء مملوء بماء الشرب، إناء من الماء وملح الطعام، الملح اللي بتستخدموه للطعام وللطهي، وآيات معينة من القرآن الكريم تنجيكم بإذن الله من الشياطين وأعمالهم والكهنة والسحرة والعرافين وأفعالهم. أولا يا أخوة، تحضروا إناء كبير به ماء، ماء يا أخوة نظيف للشرب أو للإغتسال، وتحضروا ملح الطعام، وخاصة الملح الخشن اللي هو حبيباته كبيرة. ثم يا أخوة تضعوا 5 معالق أو 3 معالق من الملح في الماء، وتذوبوا الملح جيدا في الماء، ثم تقربوا أفواهكم من الماء، يعني تقرب بقك أو فمك من إناء الماء، وتقرأ معي هذه الآيات. وبعد قراءة هذه الآيات سأوضح لك ماذا تفعل بالماء إن شاء الله. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، وآتيناهم ملكا عظيما. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين، وحفظناها من كل شيطان رجيم، إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
الناس. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلقه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلقه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلقه. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وفاقة وكل عين لامة. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وفاقة ومن كل عين لامة. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وفاقة ومن كل عين لامة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرأ وذرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم ذا الوجه الكريم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجبات عافني وعاف المسلمين من أنفس الجن وأعين الإنس يا رب العالمين. اللهم رب الناس اذهب البأس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس اذهب البأس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس اذهب البأس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس اذهب البأس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس اذهب البأس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس اذهب البأس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس اذهب البأس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. بسم الله أرقي نفسي من كل شيء يؤذيني من شر كل نفس أو عين حاسد. الله يشفيني الله يشفيني الله يشفيني. بسم الله أرقي نفسي. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهذه يا أخوة هي الرقية أو هي الآيات والأدعية التي تقرأها على الماء. الآن أصبح عندك إناء به ماء وملح ومقروء عليه هذه الآيات العظيمة من القرآن الكريم. أول شيء تعمله إنك تغسل وشك تغسل وجهك بهذا الماء وتمسح به على جسدك وخاصة الأماكن المدفونة كالإبط والسرة
والأماكن الحساسة كالعورة. فقط امسح بالماء، يعني تحط قليل من الماء على يدك وتمسح به جسدك كله. ضع قليل من الماء على يدك وتمسح به رأسك وشعرك، وتمسحي به وجهك يا أختي إذا كان عندك تعطيل الزواج أو الإنجاب وهكذا. لكن أهم شيء يا أخوة أن تأخذوا هذا الماء وتنثروه في أركان بيوتكم وأنتم تقولون أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وفاقة وكل عين لامة، أو تنثروا هذا الماء في أركان بيتكم وأنتم تدعوا بما فتح الله عليكم. ادعوا بما شئتم وبما فتح الله عليكم، أن ينجيكم من الفقر، أن ينجيكم من المشاكل، أن ينجيكم من أعدائكم، أن ينجيكم من العكوسات، أن يطهر دياركم من الحسد والسحر. وبعد أن تنثروا الماء في أركان بيوتكم، اذهبوا لعتبة الدار أو عتبة البيت واقلبوا باقي المية على عتبة البيت والدار، واجعلوا هذه المياه تجري في الأرض، اجعلوها تجري على عتبة بيتكم أو عتبة منزلكم، واجعلوها تجري على الأرض حتى يفك الله عز وجل السحر المرشوشكم. فأنت لا تدري من يكرهكم ومن يفعل لكم السحر ومن يفعل لكم الأذى. هذا والله وحده أعلم، وانتظرونا في حلقة قادمة ومع وصفة جديدة تنجيكم وتنجي دياركم وبيوتكم من كل شر. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض وما فيهن. اللهم لك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والنار حق والجنة حق والنبيين حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سحرونا يا رب، حسدونا يا رب، آذونا يا رب، عطلوا أمورنا يا رب، عطلوا زواجنا يا رب، عطلوا حملنا يا رب، عطلوا خلفتنا يا رب. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الرب من العباد، حسبنا الرازق من المرزوق، حسبنا الرب من المعبود، حسبنا الذي لا إله إلا هو، هو يحيي ويميت وهو حي لا يموت. حسبنا الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل ينجينا، حسبنا الله ونعم الوكيل يشفينا، حسبنا الله ونعم الوكيل يكفينا، حسبنا الله ونعم الوكيل ينصرنا على من يعادينا. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. حسبنا الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى، ليس وراء الله مرمى. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. آمين آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.